يعتبر الهيليوم من الغازات النبيلة الخاملة، ويأتي بعد الهيدروجين في الجدول الدوري، وهو عنصر متواجد في الكون تم إنتاجه خلال عملية الاصطناع النووي الأساسي. ولوحظ هذا الغاز لأول مرة في الطيف الشمسي، لا لون له ولا رائحة وعديم الطعم أيضا، وله تأثيرات نوعية حساسة لانخفاض الطاقة. ولكن هل التعرض لاستنشاق تركيزات عالية من غاز الهيليوم سيشكل خطرا على أطفالنا؟ استنشاق غاز الهيليوم يشكل خطراً على الأطفال، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن له آثار جانبية على الأشخاص وخاصة الأطفال. أعتقد أنه استنشاق غاز الهيليوم من خلال استخدام البالونات عند الأطفال والمراهقين هي مسألة خطيرة جداً. يؤدي استنشاق غاز الهيليوم إلى تحطيم الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى النزيف الرئوي لا قدر الله. طبعا لا شك أنها ليست من المواد المخدرة ولا تؤدي إلى الإدمان، ولكن خطرها أكبر بحكم أن هذا الغاز يؤدي إلى قتل ملايين خلايا المخ خلال فترات وأوقات بسيطة جدا. أثبتت الدراسات العلمية على مدى السنوات الماضية لعديد من الوفيات نتيجة استنشاق غاز الهيليوم بشكل خاطئ. ينصح عند استنشاق الطفل لغاز الهيليوم أن يؤخذ بطريقة سريعة من المحيط المتوفر فيه غاز الهيليوم ونقله للهواء الطلق الغني بالأكسجين واستدعاء الإسعاف بسرعة. هنا الدور الأكبر على الأسرة، يجب أن توفر المناخ المناسب والوقت المناسب أيضا لتحذير أبنائهم من خطر هذه البالونات، وأيضا المدرسة لها دور، وأيضا وسائل التواصل المجتمعي والوسائل الإعلام المختلفة يجب التنبيه والتحذير والتوعية من خطر استخدام تلك البالونات. نتمنى تشاركونا في رسالتنا التوعوية. لا تستنشقوها، دعوها تطير. لا تستنشقوها، دعوها تطير.